أنا أقصد كيف تجمع طرائق الخير بنفسك، تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، تقرأ خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخر الآيات، ثم تأتي تتنفل ركعتي العشاء البعدية، إذا صليت العشاء تأتي بركعتي العشاء البعدية. إلى الآن أنت لم تأتي إلى ما يعرف بقيام ليلة القدر، ما بعد ركعتي العشاء البعدية إلى طلوع الفجر هذا مضمار عظيم للقائمين. بماذا يشغل؟ تقول أم المؤمنين: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. يصعب أن يقوم الإنسان ويصلي من تلك اللحظة إلى أذان الفجر، لكن ما المشروع؟ يكثر من الصلاة، يقرأ القرآن، يستغفر، يكثر من الدعاء، ولو تصدق لكان خيرا له. لو صنع هذا وفق لقيام ليلة القدر. لكن كل قول نقوله، كل كلم نمليه، كل علم ننقله إليك مما حرره الكبار قبلنا ليس بشيء إن لم يصحب ذلك نية خالصة صادقة مع الله. لا بد من نية خالصة صالحة صادقة مع الله.